الحمد لله الريال النهارده استحق الفوز، عملنا ماتش عظيم، مجهود بدني عظيم من كل اللعيبه. زيدان دار الماتش بطريقه روعه لما لعب 4 4 2، فالفيردي قفل الجبهتين خالص على برشلونه، لعبنا سيبنا الكوره لبرشلونه النهارده، لعبنا على المرتدات بسرعه واستغلينا سرعات فالفيردي وفينيسيوس في ظهر دفاع برشلونه اللي بيرتد ببطء، والحمد لله قدرنا نستغل ده ونسجل جونين. ريال ضاع كتير قوي، كنا ممكن نقدر نحسم الماتش بدري عن كده بس للاسف ما استغلناهاش. الظروف الحمد لله لولا ان الريال بدنيا جاي من ماتش صعب كنا نقدر نكمل الماتش ونزود السكور اكتر من كده. فينيسيوس ابتدى ياخد ثقه في نفسه، ابتدى يروح على الجون، ما يخافش من الاعتداء، هو بس ناقصه الفينش والشوتنج بتاعه يعلى شويه. وعايز اعلق برضو اللي احنا الماتش ابتدى يضيع مننا بس بسبب اصابه فاسكيز والتبديلات كان في شويه تبديلات عليها شويه نقط محتاجه تتراجع، بس الماتش اللعيبه عملوا ماتش جامد جدا. زيدان هو ده الطبيعي بتاعه في الكلاسيكو، احنا بنتكلم عن واحد كسب 5 أو 6 كلاسيكوهات، خسران كلاسيكوين بس، ما خسرش ولا ماتش في الكامب نو بغض النظر الماتش دوت في مدريد. ده الطبيعي منه في ماتشات الكلاسيكو، دايما ليها تخطيط خاص، ليها وجهه نظر خاصه منه، لعيبه مختلفه. اللي حصل النهارده ان في الشوط الاول كان ريال ماسك معظم مفاتيح اللعب، اللي نزل الفرقه شويه هي الاصابه بتاعت فاسكيز اللي نزلت لعيب ما لعبش اخر 6 7 شهور ماتشين على بعض، فهو ده السبب في ان احنا وقعنا. لو ريال مدريد استمر على المنظر ده يطلع بالليجا والشامبيونز ليج. انا اللي عاجبني ان زيدان بيقدر يتحكم في الماتشات الكبيره وما بيخافش وبيهاجم. زيدان يعني هو يعتبر سيد الماتشات الكبيره، بيكسب وبيعرف يكسب يعني الحمد لله. علينا من غياب راموس طول الاسابيع كتير قوي، حتى لما رجع من الاصابه غيابات بالجمله، يعني راموس وعندك كارفخال مصاب من اول الموسم، ميليتاو البديل حتى لما نزل ما بيلعبش بقاله فتره كبيره بس لما نزل ادى وورينا ان هو قد ايه راجل، يعني حتى ممكن يلعب لبقيه الموسم جنب راموس. يعني دفعنا انا بفضل كبير قوي بفضل ربنا وفضل زين الدين زيدان، انا مطمن ان فعلا مدريد هيكمل كده لاخر الموسم. ريال هو ما لعبش غير الهدفين بس، وكانوا كورتين مرتدين، منها الكره الهدف الكره مرتده والهدف الثاني كانت كره ثابته، لكن برشلونه النهارده الاستحواذ كان ليه ولعب احسن من الريال بكتير. مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني انت شفت الكون بتاع الريال بتاع كروس، فهو سوء الحظ دايما معانا فاهمني، فما فيش ان احنا نقول يعني باذن الله ان احنا نعوض فيما بعد، والصداره باذن الله لينا وناخد الدوري باذن الله. مفيش حاجه بتنتهي عند ماتش، هو الفكره كلها بس ان الكلاسيكو ده لاول مره يجي من 10 سنين يبقى سبب بنسبه 90% ان هو يحسم دوري، بس لسه في اصلا فريق زي اتلتيكو مدريد اصلا قد ريال مدريد في النقط ولسه عندهم ماتشات صعبه. الفكره كلها في الاستمراريه مهما كان الجدول بتاعك صعب، ان انت ان شاء الله تقدر تكسب. اهم حاجه ما يبقاش بس واحد اللعيبه الانهزاميه، طبعا كره العارضه في اخر دقيقه دي سوء حظ، بس برضو الحق يتقال يا برشلونه الشوط الاول كومان ما قدرش الماتش بطريقه حلوه، عدم توفيق في الشوط الاول، بس الشوط الثاني قدرنا نلعبه كده واستغلنا وعدم والهزيمه بسبب عدم استغلال الفرص. المدير الفني والله كومان هو السبب الاول في الهزيمه ثم اللاعبين. والله كان سوء حظ النهارده شديد معانا، كورتين في العارضه ويعني سوء توفيق، بس لسه معانا ماتش اتلتيكو نقدر نعوض باذن الله، ولسه الدوري طويل يعني باذن الله، فاضل 10 ماتشات نقدر نعوض.